نعم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير، خبر لكنه تحذير ونهي، نهي عن التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار يورث محبتهم، ويورث محبتهم في القلوب، ويورث الاقتداء بهم. يجب أن نحذر من التشبه بالكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن، هذا خبر مؤكد يريد به التحذير عليه الصلاة والسلام عندما يحدث هذا الشيء، أن نحذر من التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم يدل على محبتهم في القلوب. شيخ الإسلام يقول: إن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لا يتشبه بهم إلا من يحبهم، يجب الحذر من ذلك.